إذا عندي في أربعة principles مهمة حكينا عن بعضهم بس خلينا نراجعهم مرة ثانية. إذا في عندي four principles مهمة. أول واحد من هذول هو Ampere's law. وأمبيرز لو هو إذا عملنا إذا أخذنا عندي magnetic field strength H D L وعملته integration سحبته على المساحة كلها يعطيني I net أو بمعنى آخر راح يعطيني N I لأنه عدد الكرنت أو النت كرنت اللي عماله بمر في هاي. فمثلا يعني لو بدي أرسمه بهذا الشكل لو أنا عندي كرنت طالع من الصفحة ليش هذا حطيته إنه طالع من الصفحة الكرنت؟ رسمي هاي ليش هاي الرسمة معنا طالع من الصفحة؟ ترسم نص لا لا ليش هاي الرسمة لما برسم دائرة أنا مرات برسم هاي الرسمة مرات برسم هاي الرسمة هذا طالع من الصفحة وهذا بس الصفحة ليش من وين هاي جاي الرسمة؟ من السهم من السهم كان عندك سهم كان عندي سهم زي هيك السهم هذا له أربعة يعني هو هون المفروض يكون هيك هذا السهم لو طلعت عليه من هون شو بتشوف؟ نقطة بتشوف المدببة النقطة المدببة تبعت السهم والدائرة مضبوط؟ طب لو طلعت عليه من خلف شو رح تشوف؟ رح تشوف الدائرة هاي مش هيك؟ ورح تشوف هذا شو رح زي ايش شكله؟ اكس حرف اكس فلو عندي هلا كرنت انا طالع من الصفحة لو جيت هلا اخذت اتش حسبت الاتش اللي محيط فيه يعني في عندي هون كمية كرنت طالعة من الصفحة اللي هي اي لو جيت هلا بدي اطلع على اتش اللي حواليه الكرنت هذا كانه القانون بيحكي عن ايش؟ بيحكي عن تكون مجال مغناطيسي بسبب وجود كرنت حول وجود كرنت اذا هون لو انا بجيت اطلعت على اتش عند المنطقه هاي راح الاقي انه اتش مضروب في المسافه هاي راح يعطيني الكرنت اللي موجود هذا اسمه امبيرز لو ولذلك ايش المهم هون بالتكامل هذا؟ لازم يكون مغلق، لازم اشتغل على منطقة مغلقة، إذا اشتغلت على منطقة مغلقة من هون، يعني ضربت اتش، اتش طبعاً في دي ال يعني عمالي باخذ انتجريشن صغيرة زي ما أخذته بالكالكولس، مش بعد ما أعمل انتجريشن كأني عم بضرب بقطعة صغيرة، بالنهاية بيطلع معي، إذا هذه كانت يونيفورم من هون كأني عمالي بور اتش في ال تساوي 1. اتش طبعاً بهذا الاتجاه، فعمالي بحسب هذا اسمه أمبيرز لو، هذا قانون مهم، واللي هو حكينا منه حولنا، بتتذكروا حولنا الـ MMF قسمناها على اللينكث اوف ذا كور اعطتني اتش. اتش نذكر حالنا ايش هو؟ ماجنتيك فيلد سترينث. اتش هي الماجنتيك فيلد سترينث واي هو النت كرنت اللي طالع من هاي الدائره. سكرنا الدائره لازم تكون دائره مسكره، كل الكرنت اللي طالع من هون بشكل اتش والاتجاه بهذا الشكل. كرنت اذا كان هون بهذا الشكل هذا اسمه امبيرز لو. هذا اول قانون. ثاني قانون مهم هو فاراديز لو. متذكرين فاراديز لو ايش بقول فاراداي؟ دي فاي على دي تي تساوي الفولتج فاراديز لو قانون مهم 1831 هو مبدا المحول مبدا المولد ما بيصير عندي توليد ولا فاراديز لو فاراداي قال انه اذا عندي ماجنتيك فلكس يعني لو عندي ماجنتيك فلكس ماشي بهاي الصفحه من هون بهذه المنطقه من هون الدي فاي على دي تي بسرعه تغير الماجنتيك فلكس مع الزمن بكون لي فولتج ولذلك احنا بنقول انه الاي ام اف مثلا اذا او الفولتج نحطه بيساوي دي فاي على دي تي طلعوا هاي المعادله ايش الوحدات؟ ايش الوحده اللي على هالجهه؟ امبير فولت لا لا هذه اي انا حاطط مش هذه فولت تمام مش بدي اولد كهرباء عشان اوديها على البيوت ايش الجهه الثانيه؟ ويبر بير سكند ويبر بير سكند اذا ويبر بير سكند شو بتساوي؟ فولت دايمنشن اللي هاي المعادله صحيحه الماينس شو بقول لي؟ اتجاه اللي هو ايش هذا اي قانون اذا بتتذكروا؟ لينز لينزز لو لينز صار يقول انه الفلكس الفولتج اللي راح يتكون راح يحاول يقاوم الفلكس اللي كون دائما بيعارض هذا قانون عام للينز لينزز لو فالماينس هاي من لينزز لو بتقول انه هو اتجاهه اللي راح ينشا فيه راح يحاول يقاوم الفولتج راح يحاول يقاوم الفلكس الاصلي اللي كونه قانون مهم جدا كل مبدا التوليد وهذا كمان مبدا ايش احنا في الالات عندنا راح يكون احد المبادئ المهمه اي جهاز راح يشتغل او اي ماكينه راح تشتغل اساسيا على هذا
الترانسفورمر. ترانسفورمر احسنت. مين اللي حكى؟ يمان علاء. انا ولا يمان؟ علاء. تمام شكرا. ترانسفورمر مبدا الترانسفورمر احنا وصلنا تقريبا خلصنا الترانسفورمر بشكل ما بنينا مش بنينا ماجنتيك سيركت بدون ارجال. شو كان ضايل على النعمه؟ نضيف كويل ثاني. ولذلك اذا بدكم في المشاريع هاي احد اشياء المشاريع اللي نحكي فيها ممكن تاخذوا محول وندرس كل التفاصيل الاحجام تبعته والهاي يعني احنا بدينا في الماجنتيك سيركت حطينا ان اي مضبوط ام ام اف من الام ام اف تكون عندي هون فلكس مضبوط. هلا هون في عندي اذا كان هذا اي سي طبعا مش دي سي لو كان هذا دي سي قديش راح يكون دي فاي على دي تي هون؟ زيرو في فاي بس دي فاي على تي تي زيرو ما راح استفيد. اذا بدي اشتغل هذا كم احول ايش لازم اعمل هون احط؟ اي سي. اذا حطيت اي سي مش راح يصير هون عندي دي فاي على دي تي مش زيرو. اذا في جاهز عندي دي فاي على دي تي شو بقدر اكون منه؟ فولتج. هون راح يصير في عندي دي اوتبوت وهذا يساوي دي فاي على دي تي. هذا على فكره بده يكون مضروب دي فاي على دي تي بده يكون مضروب في عدد اللفات. دي فاي على دي تي مضروب في عدد اللفات مش هتطلع فوق. هاي الحاله لانه انا ما حطيتش لف لو حطيت لفه واحده بيكون دي فاي على دي تي لو حطيت 10 لفات رح يكون 10 في دي فاي على دي تي. اوكي ماشي واضح. اذا هذا فاراديز لو مهم جدا اللي هو دي فاي على دي تي. تذكر دائما دي فاي بعض الكتب بترسم فاي اظن بساي بس هي نفس الشيء احنا بنحكي عن الماجنتيك فلكس. اذا هيك قانونين مهمين. نعم سوري يعني هاي الكوين الجديدة لو قسمت الفي اوت بتاع الفي اوت بالنسبة لها ايش تكون عدد اللفات؟ يكون عدد لفات هاد عدد لفات هاد هي الفولتج هاد عن الفولتج هاد لانه الاثنين لهم نفس الدي فاي على دي تي فالنفس راح يتكون الفولتج راح احطه هون راح يتحول للفولتج اللي موجود هون راح ندخل فيها لما تروح على المحولات. شوف هو بيعتمد الاوتبوت على عدد اللفات صح؟ فانا بدي ارفع افرض بدي ارفع الفولتج كل اللي بدي اعمله عدد لفات عدد لفات فبكون واحد لان معناها الفولتج رح يصير هذا ستيب اب ترانسفورمر. اذا حطيتها ان لواحد رح يصير ستيب داون ترانسفورمر. بدك تحط انا عدد لفات اللي بتحطها هون لهون رح يعطيك اي محول بيشتغل بهذا الطريقه رح اعطيك فولتج من هون وفولتج من هون وهذا هو كل مبدا ستيب اب وستيب داون. وين نحتاج فكره ستيب اب وستيب داون بشكل مهم جدا في حياتنا؟ وين؟ ترانسميشن لاين. تمام انا ما بقدر انقل فولتج ما بقدر انقل الفولتج من شركه التوليد لبيتي على 220 فولت او 380 فولت. ليش؟ اللوسز خياليه بتصير هذا السلك بضيع كل بصير الطاقه اللي بولدها بوصليش منها غير 1% او 2% على البيت والباقي كله عمالي بضيعوا حراره في الكوابل. شو بنعمل؟ نرفع الفولتج. طب لما برفع الفولتج شو بصير بالكرنت؟ لما ينزل الكرنت تنزل اللوسز ولذلك دائما الترانسميشن لاينز بتكون على فولتج عالي. قديش الارقام مثلا؟ شو بتعمل؟ قديش؟ 400 في 6 كي في 6000 في 10000 في 33 كي في في 132 كي في وفي من اعلاها 400 كي في 400 كي في اللي هو خط العقبه في خط رئيسي حسب المسافه 400 كي في هاي بتصير حسابات انا مش تخصصي يعني بس قديش الحسابات قديش بدك ترفع طبعا انت كل ما رفعت بصير عندك تكلفه اكثر بالترانسبورت بس بصير تكلفه اكثر وكل ما اقتربت من المكان اللي بدك توزع فيه بتصير تنزل بالفولت يعني ممكن تنزل مرحله بعدين تنزل مرحله ثانيه تنزل 33 كي بي بعدين 6 كي بي بس في النهايه توصل للبيت 380 لاين و220 فيز. طبعا المصنع بدخل عليه ثلاثة فاز المنزل مش رح يدخل عليه ثلاثة فاز بدخل عليه سنجل فاز. اذا هي هذول المبدئين. شو ضل عندنا المبدئين الاساسيين شو بتتوقعوا هم؟ الموتور اكشن والجنريتر اكشن. اذا الموتور اكشن رح استعمل اليد اليسرى حتى في الاتجاهات الموتور اكشن والجنريتر اكشن بيعتمدوا هم دوت برودكتس دوت برودكت. الموتور اكشن هو انه راح يتكون عندي فورس والفورس هاي راح تكون هي الكروس برودكت ما بين اي وبي مطلوب في ال هي ال في بي المفروض لانه اي مش فيكتور اي سكيلر. مشكلتنا احنا انه اي سكيلر لو بدنا نشتغل مضبوط بيشتغل على الكرنت دنسيتي بس مش مشكله حتى يكون عندي فيكتور عندي هون الموتور اكشن اذا عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي لاحظوا هون حكينا بي ما حكيناش فاي مره ثانيه وحكينا ال اللينكس تبع هذا وكرنت المهم الكرنت الكرنت عندي ماشي بسلك وفي عندي بي راح يتكون عندي فورس على هذا السلك هي عشان الاقي الاتجاهات نتذكر دائما الموتور بنستعمل الليفت هاند رول ليفت هاند رول
والليفت هاند مود بتقول اذا الماجنتيك فلكس اتجاهه باتجاه السبابه واذا الكرنت باتجاه الوسطى فبتكون الفورس عندي باتجاه الثمب وتكون عمودي على البلين اللي بيحتوي التيم. اوكي ماشي واضح. هاي رح نضل نستعمل نفس الشيء هون يعني ماجنتيك فلكس ماجنتيك فلكس كرنت فولتج او كرنت كرنت او فولتج الكتريكال يعني وهون عندي فورس او حركه حضلها نفسه حتى يكون كونسيستنت. اذا هذا قانون مهم الموتور اكشن بقول رح يكون عندي فورس على كل واحد من الاسلاك السلك هذا ما طوله له طول معين ماشي في كرنت معين وعليه ولاحظ هون حتى يكون تقريبا لازم ايش احط مشكلتي الاي بقدرش احطها فيكتور اي مش فيكتور الكرنت دنسيتي فيكتور بس اي مش فيكتور فما بقدرش احطها مضطر احطها سكيلر ولذلك صفة كأنه الفكتور هو بين L و B بس لازم يكون ماشي كرنت يعني لو كان كرنت زيرو راح تنزل هذه لزيرو. فمثلا لو عندي هون ناخذ نفس الفكرة من هون لو عندي B بهذا الاتجاه هي B ولو عندي كرنت بهذا الاتجاه هي كرنت وين راح تكون الفورس على هذا الكوندكتر؟ وهذا موضوع أحد المشاريع اللي راح أعطيكم إياها هلا الرنج عمال بيشتغل عليها بنطلع نشوف إذا في حد ثاني بيحاول حابب يشتغل كمان يشتغل مشروع إضافي إنه إحنا بدنا نجيب سلك وبدنا نحط عليه ماجنت نجيب ماجنت قوي نحط عليه ماجنت قوي وبدنا نمرر سلك فيها بدنا نعمل احنا لغرض تعليمي احنا مش رح نخترع صاروخ مش بس احنا حلو الغرض تعليمي نعمل لغرض تعليمي نشوف الطالب امامه يكون عندي ماجنتيك فلكس او ماجنتيك فلكس دنسيتي من ماجنت او الكتروماجنت اذا بدك تعمل من الكتروماجنت بدي احط سلك السلك هذا بدي بطريقه معينه اوصل اطرافه ببطاريه او مصدر كهربائي بحيث يصير يمر فيه تيار والمفروض انه هذا السلك يتحرك يعني اذا كان عندي الفلكس هلا هون هي لو السلك هذا الفلكس كان بهذا الاتجاه لو مررت تيار بهذا السلك بهذا الاتجاه وين راح يصير الفورس على الهاب هيك فراح الاقي هذا انه مشي وبعدين بدنا نحاول نمشيه باتجاه بعدين نعكس التيار ومشي بعكس الاتجاه لانه اذا عكست واحد من هذول ايش راح يصير راح ينعكس اذا عكست الاثنين شو راح يصير بالفورس زي ما هو حتضلها زي ما هي لان عكست مرتين والقانون الاخير او المبدا الاخير المهم اللي هو الجنريتر اكشن الجنريتر اكشن بتقول انه اذا عندي في اللي هون في فيلوسيتي كمان فيكتور اعملها كروس برودكت مع بي راح يتكون عندي فولتج او اي ام اف فالدي ام اف راح تتكون عندي اذا عندي في سرعه معينه في تتحرك عملها في ماجنتيك فلكس راح يتكون عندي فولتج وهذا الفولتج اللي هو هذا مبدا المحول مبدا المولد لو عندي مولد اعمال بتولد عندي طاقه بهذه الطريقه ونفس الشيء هذول كروس برودكت بس هاي على قاعدة رايت هاند هذول مبادئ مهمة نفس الترانسفورمر نفس المبدأ الترانسفورمر مبدأ بس الترانسفورمر ما فيش عندي حركة الترانسفورمر لاحظ ما عندي حركة الترانسفورمر مبدأ الترانسفورمر الأساسي هو صار فرز يجرب دي فاي على دي تي هون عندي في عندي حركة يعني في عندي سرعة عندي سرعة وعندي بي وبدهم يكونوا طبعا عموديين على بعض حتى يعطوني اكبر قيمه، اذا كانوا هذول بنفس الاتجاه ما استفدت الشيء. لانه ساين زيرو ساين زيرو رح تعطيني زيرو، لازم هذول ايدين يكون عموديين على بعض. هي الجنريتر افكت هي اليد اليمنى، هاي بدي اياها تكون عموديه بين هذا وهذا عشان الفولتج اللي يتكون يكون يعطيني فولتج اي ام اف والاي ام اف بعدين بقدر امشيه واستفيد من الجنريتر. اذا هذول هم الاشياء الاساسيه، اذا هذا مبدا المحرك، هذا مبدا المولد، هذا مبدا الترانسفورمر. وهذا المبدا الامبيرز لو هو اللي اعطاني القوه الدافعه المغناطيسيه اللي موجوده هون. استطعت اكون ماجنتيك فلكس عن طريق التيار اللي ماضي. لاحظوا هذا هون صار كانه البرايمري تبع الترانسفورمر او المحرك لانه المحركات رح يكون فيها كمان هذا الجزء. هون لما حطيت كويل ثاني صار فاراديز لو اعطاني المحول وبعدين هون عندي الجنريتر والموتور. هذول الأربع قواعد الأساسية هم مبدأ عمل الماشينز.